Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. فإنه كان للأوابين غفورا. بسم الله الرحمن إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Ustaz Muhammad Khairuddin disampaikan terima kasih. Masyiral hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil dan dilanjut dengan penyerahan syahadah tahattumil Quran. Untuk pembacaan tahlil akan dipimpin oleh Romo Kiai Haji Masyruhi. Kepada beliau dipersilahkan.